مشاهدينا الكرام، رانا امام اشاره اكيد كلكم تعرفوها وتكلمنا عليها في حلقات ماضيه من برنامج سير في الامان. اشاره تقول ممنوع الوقوف والتوقف، اري استاسيونمون انتردي، يحب يقول ممنوع تستاسيوني يعني الوقوف، وممنوع ايضا تتوقف يلو كان لبضع لحظات، يعني حتى سياره الاجره ما عندوش دروا ميم با يحبس يطلع واحد ولا يحبط واحد ولا حافله ولا شخص عادي ما يقدرش ولا ممنوع عليه اصلا يتوقف ولو للحظات. دونك ممنوع الوقوف والتوقف، اري استاسيونمون انتردي. وهذه بلاكات تعرفوها، البلاكه هذه اللي تشاهدوها الان في الصوره هذه ممنوع الوقوف، استاسيونمون انتردي. دونك ممنوع الوقوف هذه يعني استاسيونمون انتردي، ولكن تقدر تتوقف، تقدر دير لاري، ولكن خلاص نحو الاشاره هذه، الاشاره اللي مورايا ممنوع الوقوف والتوقف. دونك الاشاره فهمناها واللي كان يعرفها راهو تذكرها معنا. السؤال المطروح، الى ما كانتش هذه الاشاره يعني في غياب هذه الاشاره، هل يمكنني ان يعني نستاسيوني هنا ولا ما يمكننيش؟ دونك اسكو في غياب هذه الاشاره اسكو نقدر نستاسيوني ولا ما نقدرش نستاسيوني؟ مثلو يعني مثلا ما كاش اشاره هذه ممنوع الوقوف توقف، ما كاش، اسكو نقدر نستاسيوني؟ نعطيكم دو سكوند تخمو فيه. قيتوها دونك ايفيكتيفمون ماغري ما كاش بلاكه هذه ممنوع تستاسيوني. البعض يقول لك علاه ما كاش بلاكه، وراه المانع باش نمنع تستاسيوني. المانع هو أن الرصيف مصبوغ بلونين، الاحمر والابيض، هذا يعني ان هذا الرصيف ممنوع الوقوف، ستاسيونمو انتردي، يعني ممنوع تستاسيوني فيه. وممنوع الوقوف هدايا هذا الرصيف اللي مصبوغ بالاحمر والابيض، احيانا في بعض الاحيان او كثير من الاحيان نلقاوه مديور للزينه او للمباهات، في كل ارصيف احمر وابيض اصبغ، يخرجوا هكذا العمال اصبغ احمر وابيض احمر وابيض احمر وابيض احمر وابيض، هذا عنده معنى، يعني في غياب الاشاره كي تكون الرصيف مصبوغ احمر وابيض هذا معنى ممنوع الوقوف، الرصيف هذا ممنوع ستاسيوني. تسمى كي يصبغ لك احمر وابيض ولا يدير لك اشاره هذه تاعنا اللي تعرفوها ممنوع الوقوف، سي لا ميم شوز، نفس الشيء. دونك بالتالي هذه رساله لعمال البلديه ولا ربي يعاونهم على كل حال ويقدرهم، ماشي كل الرصيف نصبغوها بالاحمر والابيض، وبالتالي الاحمر والابيض عنده معنى وهو ممنوع الوقوف. تقدر دير التوقف يعني لاري تمتم طلع واحد، مي ستاسيونمون تخلي الطوموبيل تاعك وتروح هذا امر ممنوع. وفي وجود اشاره كما هذه حاجه باينه، هنا ممنوع الوقوف والتوقف. كاين حاجه مشاهدينا الكرام امر اخر، على كل حال تكلمنا على الرصيف يكون مصبوغ بالاحمر والابيض واش ما عندها، ما عندها الوقوف ممنوع، ستاسيونمون انتردي، هذه هضرنا عليها. كاين امر اخر كي يكون ممنوع الوقوف والتوقف، كيما البلاكه اللي تشاهدوها كي يكون ممنوع الوقوف والتوقف، الرصيف واش من لون يكون مصبوغ؟ اسكو يخلوه دائما احمر وابيض؟ ورانا نشوفوا احمر وابيض رانا في كل مكان، ولات عاده الارصفة كلهم احمر وابيض. دونك احمر وابيض قلنا يعني ممنوع الوقوف، ستاسيونمون انتردي. ولكن كي يكون ممنوع الوقوف توقف، اري ستاسيونمون انتردي، لو تروطوار اسكو يقعد احمر وابيض ولا يديروه بلون اخر؟ ايفيكتيفمون كي يكون اري ستاسيونمون انتردي، الرصيف يكون باللون الاصفر وبطريقه مستمره، ما يكونش مقطع صفر وابيض ولا صفر واحمر، صفر كومبلي. كي تلقاو الرصيف اصفر مصبوغ اصفر كومبلي بطريقه مستمره يعني كونتينيو، عرفوا باللي في هذا الرصيف ممنوع الوقوف والتوقف، يعني نفس هذه الاشاره ستاسيونمون اري اري بلوتو اري استاسيونمون انتردي. دونك نعاود كي يكون الرصيف مصبوغ بالاحمر والابيض حتى ما تكونش اشاره، عارف باللي ستاسيونمون انتردي ممنوع الوقوف. كي يكون الرصيف مصبوغ بالصفر كومبلي بالصفر، ماكري ما كحتاجش اشاره، كي يكون بالصفر عرفوا باللي ممنوع الوقوف والتوقف. هذه المعلومه تاع ان شاء الله شفتوا عليها، احمر وصفر بليتو اسمحوا لي، احمر وابيض ممنوع الوقوف، اصفر كومبلي ممنوع الوقوف والتوقف.